ضيف هذه الحلقة في برنامج ستو افتح زوادي. ما خليت ما دارت بحالاش احنا كانت صنطو بعد القارو بعد القارو بديتي زوين بعد صراعة بعد نفعة لا بعد الحمد لله ما عنديش انا موين بعد صراعة ما نصب على واحد الدرية لقيت انا وياها قالت لي فاش كدير قلت لها معلم ويدي مسخين من هنا بدي ديك الضباب طباشر طباشر مسخين قالت لي يا تبارك الله الاستاذ عيب على الناس تعطي المغني 30 مليون باش يدير ألبوم وأنا ما عندي ما ناكل. المرأة لها النصيب الأكبر في تربية الأبناء وفي البيت وفي الزوج وفي يعني في بزاف الأشياء. ولكن علاش التمرة ما صدقات فيهم؟ قال لك أنت عنفتي مرتك واش وصلتوا للعنف؟ سبيكتاكل كيهضر على المعاناة ديالي اللي عانيت في أوروبا من بعد ما دخلت المغرب، شنو اللي تبدل في المغرب، شنو المحطات اللي وقعوا لي مع اللغة الفرنسية لأن عدبتني اللغة الفرنسية ديت معايا يجو التام بقيت كنعدي بقيت كنعدي بها مع شي عام ونصور كنعدي بها يجو التام ما لقيتيش باش تاكل ما لقيتش باش ناكل ما لقيتش صبارة يا أمي صبارة حتى فات القياس أنا صبارة ثلاثة ديال الحوايج تيجذبوك لشي مرا خاصة تكون ضحك وعندها سنينات واعرين والغجالة وتشرط تاني حاجة هما أخلاق تكون أجمن أخلاق ولا طاي تكون أبنت الحرام هاد الجمعة مع العشرة ديال الليل على قناتنا في اليوتيوب راديو ستو تيست تيست مايكروفون اوف اون كنسلموا على كاع المغاربه في كاع لي زون اللي كيسمعوا لينا في الراديو ديال الدار ديال الطوموبيل ديال التليفون حلقه جديده في ستو حلقه جديده فيلينغ جديد مع ضيف جديد وقصه جديده ولكن قبل ما ندوز عند الضيف ضروري ما ندوز عند صحابي ونسلموا على مريم كي دايره مريم لاباس الحمد لله والله الا مزيان تبارك الله واتاك داك الكحل وداك اللعيبه ديال توباك شكرا واش تخرجي البوم ولا يزومي وي مالك لا مالك كي دايره زكريا صافا خويا بخير لقيتيني تنشوف هاد اللعيبه ديال المالين والي والله ما فهمتش بحال اول مره غتشوفو شوفه مطراكو مالين والله مزور سعد رغي شوفي تقلب مجرد سعد مجرد وجبت سعد مجرد لا واحد الدري اخر سميتو سعد الرن اي ران 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 كل شيء الضيف ديالنا جاء مناسبة مع كأس العالم وكرة ماشي لعاب ديال الكورة الضيف ديالنا كان طبيب من مورا كل عملية جراحية كان غادي يقول خطأ طبي الضيف ديالنا كان أستاذ قبل ما يبدأ الدرس غادي يقول مدرستي الحلوة الضيف ديالنا كان سفير أو وزير الخارجية كان في كل مؤتمر غادي يقول Good morning أمريكا الضيف ديالنا ما دخلش الكلية الطب ما دخلش التعليم وما دخلش الوزارة الخارجية ولكن دخل القلوب المغاربة من خلال الضحك والكوميديا اللي كيديروا الفكاهة ديالو الضيف ديالنا بغيتكم كلكم ديروا التلال فتح زود اهلا 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 مرحبا سي فتح والله لا اله اش نقول لك لي الشرف نكون معاكم الشرف لي نشوف قبل عليا غير انت علاش ما لبستيش كحل بعدا اولا تحيه لكم تحيه للبرنامج الله يحفظك تحيه للراديو ام اف ام الله يكبر بيك تحيه كاع الناس اللي غادي يسمعونا واللي غيشوفونا حيت ما بقاش كيتسمع دابا ولا كيتشاف هادشي ما لابسش كحل ما حازنش علاش تملبس هادو لابسين ميتهم الراجل في مصر هادو ميتهم الراجل هو راجل يلاه كيحتضر ماشي شحال هذيك العيبه في المغرب لا راجل يلاه توخا مريم لابسه كلشي كحال هو لابس كلشي كحال ما فهمتش انا سيدي ميمونو للعيشه والله ما عرفت شو كيلبس كحل لا ما كاينش ميمونو هذا ميمون الخضار وما لا الكحل الكحل انا اللي كنت لبسه الكحل الحديوي ديال لا لا الحديوي ديال الجنون خويا فتحت قبل علينا والله اليوم ما فهمتش راه الصوت في كل مرات والله ضرباتنا واحد العين ضربنا البرد اش واحد عداكم لا لا كي خصك تعرف علاش مرضنا والله الا بصح وشرح لينا واش انت كتامن بهذا الشيء ولا لا علاش كنا صحه سلام ما تسميش مريم باش ما يتقلقوش علينا مريم دارت ستوري كتقول لينا علاش انتوما ما كتمرضوش ما يضربكم لا برد لا والو الغد ليه ما عرفتش الغد ليه اذا مريم عندها القواسه في ذاك في ذوك العينين شكرا اذا مريم عندها شكون القواسه في انستغرام ولكن الفان ديالي غادي يكعاو عليك لا مريم واش انا نكون قواسه لا انت ما كانتش قواسيت لا انت
جبتي المرض قلتي مساكن لي كولين ديالي ما كيمرضوش باش نقول لك افتح راه بصح كلنا تنمرضوا في هذا الراديو الا هاد السيد مسكينه وعطيتها لي مكمده والله والله الا كمدات والله كمدتي واخا كضربوا البرد كنعرق وفهمتي وميمكنش لا شو مسكين جا غيموت لا ضربوا البرد ولكن داك البرد اللي ضربوا باقي ما قنعنيش باقي ماشي داك المرض اللي تيسخانه ديال باقي ما مرتاحيتش كومين خاصو الثلج هي ما غاتجي يضربوا البرد هي كطلب ليه الثلج فايت البرد فايت البرد بغيتك تثلج تسليم شوفي فتاح ما تقوليش لي تبارك الله هادشي زوين في هاد الحلقه خلي الضيف ديالنا يدوز على اخر لا لا هزارك يستوك لا كيقول لك قلب لسانك والله واخا تشقلب كامل مع مريم واخا تشقلب رجليك تشقلب انا ديرها نوض ديرش قيليبه والو مريم والله نقرا نقرا القران الخاطئ واخا في هاد الحلقه غادي نقربكم كثار من فتاح الناس اللي ما كيعرفوش فتاح غادي يشدوا مع السون كيف عارفين شدوا السون ديال بصح وغادي ترجع بينا للطفوله وبالضبط الوالديه ونرجعوا اخويا للدوار حدا ولاد هلال ياك الله 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 ريحه الدلاع وريحه الكرام تما ريحه الدوار لا او ريحه الدوار تحيه لمحمد عاطر ريحه كل الخير كل الخير صاحب كان دابا شويه بدات الامور بدات مابقاش هي كان داك الوقت كان دلاع كانت السويهله كان داك البطيخ داك الصفر اللي هذا كرموس كان الخير كان بنادم فهمتي دابا ما الوقت ترون دابا ما بقاش داك الشيء اللي كتعرف كان خيزو لفت ماطيشة ما نهضروش على الخضروات وداك الشيء اللي جيتي عنده كيعمر لك كفه ديال الخضره وسير كول مع راسك ما كاينش مشكل كاع دابا دوك الناس كلهم كاين اللي ماتوا كاين اللي مابقاش عنده مابقاش كيفلاح كاين ومع حتى شويه استقلالات الشتاء الله يرحمنا الله يرحم استقلالته الطفوله ديالك كان صعيبه شويه حيت صعيب كوميم الحياه في الدوار راه صعيبه ماشي هي الحياه في المدينه كتنوض تشعل البوله بحال هكا تحل روبيني هكا كانت شويه واش من روبيني كان عندكم تما زعما كتعير فينا حنا لا اش من قول لي زكريا اش من روبيني كان عند في المدينه السبعينات الثمانينات كان شي روبيني لا باقي من الفيروج ما كاينش في المغرب قال روبيني كازا كان فيها فهمتي كان فيها سميتو حياه ريجينسي اللي طويل وريشام هذيك الساعه باقي ما طوالش فين كان جي روبيني الله يهديك ما كانش المغرب كان كله شويه وحتى دابا انت راه كتهضر شي هضره ما كايناش ترى شي حوايج عاد دخلوا للمغرب هذه 10 سنين او ما كانش روبيني في السبعينات كان جي بابي جينيك لا والله ما كان بابي جينيك بالرب انا بغيت نعرف باش كنا كنمسحوا بيتك اليسرى اللي منا كتخلص الحجر والله ما كاين الحجر كتخير رباك احسن حجر احسن كرده وكديها كتولي انت والعزيز عنده وكدي امك تاهي جوجات العزيز على امي انت عمره ما يتخصك وانت راه مزط هذا كيقول لي المغربي والله العظيم ما كنكذب عليكم يلا قول لي انت بابي جيني شحال باش عرفنا احنا لا بابي جيني كاور الزاكي واه هنا مؤخرا عاد ولا في التسعينات لي غروسير فاس لي ها التسعينات حتى الالفينات لا التسعينات ما نظنش ما لقيتوش ما انا والله العظيم الوالد عندي كان مقابل عادوك الكاغيط ديال القلب ديال السكر ناوي يجيبوا لنا الناس قوال ديال السكر كيف راه من اللي فات كاحيط الحرس الحمد لله دابا السكر بكري كانوا فيه جوج كواغط كان الزرق والبيض من التحت ملي كيشوف الزرق والبيض عرفتي راه كيولي يغني علاش كان فيه تا حما هو ما باش يتهنى من الحجر يرتاح فترة طلاقها وريني قول لي الماء شوف مغرب كان عبارة على واحد شنقول لك عبارة على قرية يعني ماشي قرية ديك بدك المفهوم ولكن كانت فيه واحد لاكولتور زوينة واحد ثقافة زوينة واحد شعبية زوينة واحد الغولاسيون بيبليك يعني العلاقة الاجتماعية والعلاقة الإنسانية وكانت فيه كانوا فيه الناس فيهم الإنسانية ناس ظريفين ناس معقولين كانت الكلمة كانت الرجلة كانوا رجالة راجل راجل كانت المرأة مرأة دابا تخلطوا فهمتي دابا بحال قلتي ميكس ولا الراس المراه راجل دابا ترول دابا الراجل كيكون راجل ما حدو يكبر هو يتمروى
كيوصل 18 كيولي تعوج على الراس فهمتي كي غدير واش تسقمو واش دي هاد السودوري سودي واش فهمتيني يعني بزاف د الحوايج تبدلوا يا ريت اننا نبقاو في ذاك العهد ولكن تكون عندنا يعني الثقافه ديالنا الخشونه اللي كانت في الراجل يعني المراه انها مراه كتحس بها مراه بكلمتها مراه فهمتي دابا بزاف د الحوايج افتقدنا يعني ديك العلاقه الاسريه افتقدنا العلاقه الاجتماعيه ما يعني ما بين الإخوان العلاقة الاجتماعية الأسرية داخل الأسرة الأب بوحدو الأم بوحدها الدراري مكونيكتين في التليفون كلها كيتعشى بوحدو كلها داك الترابط الأسري هذا كياكل خيزو هذا كيدير الروز بوحدو ديك العلاقة الاجتماعية داخل الأسرة ما بقاتش وهذا كيؤدي إلى انحلال خلقي وأخلاقي اللي كوصلنا ليه دابا حنا في البلاد فهمتي بعد تكون أخويا افتح رجعنا للطفولة ديالك طفولة مرونة ما من طفوله انا شوف والله الا كانوا اولاد العائله فاش كيبقاو يعاودوا لي اللعب كيفاش كيدوز في العروبيه و طفوله كان بكري ما كانت لا طفوله لا والو كان غير بكري كتجي كان غير الحجر والتراب كتلعب بالحجر والتراب يعني كيقول لك سير لهي ونتشايروا مع بعضيات كتجي انت حجره كتسمع الطن هذا هو اللعب اللعب كان اللعب يعني انا قرعت راسي راه هنا 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 مريم تعقل مريم حيت مريم راه جينيراسيون ديال الفتاح ولا كبر شويه كاع انت عارف بالكاميرا لا السن ديالها حشومه هلك صاحبي كتكبر السن لا كبر من كبر فكسا اليوم والله على مزيناتها الفتاح مزيود في 1980 مريم راه قبل لا انا ما متورخش صاحبي قبل من مريم قبل انا قبل في كل شيء تاريخ هذيك الساعة ولا 80 أصلاً فين تزاديت أنا ما كانش جماع مقاطع والله تاب هذيك الريجيون ديالنا ما فيهاش البشوية خاصك البشوية بعيدة بعيدة كان جماعة بكري وبعيدة يعني باك لا سالة ولا رش قاتل يمشي يقيدك ودابا انت التاريخ ديالك ديال الزدياد هو نيت ولا قريب العام عام ونص وبحالك يعني حيت الوالد ديالي ما كانش مسالي يكون واحد العام عام وشي حاجة مازال بركة الدري كيتزاد كتقيد تكون في عمرك عامين يكون يلا مشى عندهم قال لهم يلا تزاد يا فال يلا تزاد ولا فهمت يلا كنردعوه ونام سيف وديك الساعة أنا راك خدام ديك الساعة أنا خدام أنا كنجيب القفة قال لي وراه باقي صغير ما عنده عقل واحد المرة الوالد داني صورني هادي لا بروميير فوا غادي ندخل ليكول وما وقيلا في 84 85 ومبغي يصورني وداني على واحد الحمار حاشاكم ايوا واخا حنا الحمار خصنا نقولوا حاشاكم لان مذكور اي حاجه مذكوره في القران ما ايوا داني وكثير حمار وداني وكنت مقرع وعيني خارجين ملي حيد لي واحد الفولار علاش رمج داك المصور كان كيدير واحد الفوطه كيصور بحال غير شافني قال لي بلا ما تنزلوا هذا غنصوروا تما والله الا باقا عندي ديك التصويره لداب صورني تشا شلاخ قالوا سيمانه جي ليها سيمانة كيرطبوها في الماء ويزرعوها من أطفال النوار كتكون كبرتي على ديك التصويرات كتجديها سيمانة يعني أصلا أنا ملي صورني حيت ما كانش كيقول لك وقف على كولا صورني تصورت هكا ودوزوها في المدرسة عرفوك من الصلعة ولا شنو قالت لي المعلمة علاش ملفت قلت لها اللي صورني كيتساني شي فلوس ما عنديش الوجه باش نشوف درت هكا انا كانت طفوله غريبه جدا وكانت واحد القصه ديال العقرب ديال عضتني دراعي عاوتاني هما في راسهمش ولا واعره والله كنت ناعس وانا كنت ناعس هذيك العقرب سخفتها والله الا سخفت ما عرفتي شنو كانت تحت مني غير طلق الساحه دارت لي الطاق ضربتني هنا ما بين ما بين قوسين ما بين قوسين هنا انت مول الخير لا انت مول سخفتي نوبتك حتى في السخفه نوبتي ولكن راه سخفتها عرفتي من اللي بانت لي هي بانت لي غاده كتمشى بحال شي مراه حامله سخفانه ميته صافي سخفت امها غير ناضت راتني الطاق ديك الكحلة وقيل لا ديك السفرة اللي بحال غتبدا تولي مارو يعني بدات تولي قهوية هذيك صعيبة ناري داني واحد الاخ عند واحد فرم اللي مسكين الله يرحمه مات كان كيدق واحد البراء هذيك الساعة بشي 1000 ريال 1100 هكا 1200 باقيين 12 هكا بحال الثمن
غير دق ليا البرا الاخر خويا طمن ويمشي يجلس في القهوه قال لي غنجي نديه ما خلصوش ترى خلانيش خمسه السوايع كاع الماكله ديال ولادو كليتها في الاخر عطاني صاليه وقال لي خرج قال لي الثلاجه اخوات الله لا كاع الماكله ديال ولادو كليتها ما كانش يدوينين ولا ضيعوا ما عطاو لي دابا باقي ما تخلص راه مات كي تخلص ليه والله الله يرحمه ما تبع لك والو انت راه اخو حق عليا والو وخويا مسخوط خلاني وزاد اصلا ما عنده ما يدير بيا خويا عرفني غنعيش صافي ومشى غير طمن عليك لا عرفني بانني غنعيش ومشى صافي ما غنموتش قلت لي ماك خليتيني تما قال لي عرفتك انك غتعيش في شي فحالات المهم راه داك الشيء ما غتموتش ومشى اسولك على المدرسه على الابتدائي اليبوك كيفاش كانت القرايه اليبوك كيفاش كنتي كتقرا عبد الفتاح والله نقول لكم واحد السر انا دخلت الابتدائي ديالي والوالدين ديالي ما قارينش ناس امي مساكن وفاش دخلت الابتدائي بديت كنقرا بديت كنقرا عادي وكنت انتيليجون ودوزت هذاك العام العام الثاني وليت كنجي انا الاول في المدرسه كلها كلها ولا كيعطيوني كيعطيو بيا نموذج نموذج يحتذى به فهمتي يعني كنت تيلمون قراي مزيان كنقرا مزيان وكنت طلعت للثالث واحد الوقت كانت واحد المدرسه واحد معلم حتى الثالث كان عادي يقريو الفرنسي واحد المعلمه ديالي كانت تقريني الفرنسي وكتقري الرابع وملي ما كيعرفوش يجاوبوا كانت كتمشي تجيبني وتدخلني كتقول لهم ها هو غيجاوب لكم على السؤال والله العظيم كنشكر هاي لباقه في الحياه كتقول لهم شوفوا هذا في الثالث وهو كيجاوب على الاسئله ديالكم نتوما المكلخين نتوما في الرابع يعني ما نسيتش كنتي ذكي بزاف كنت باقي صغير ملي كبرت شويه استغلتها في تحرميات شويه فهمتي ما خليش ذاك الكوتي ديال القرايه سي نورمال الانسان تيكبر تيولي فيه شويه مشطون شويه ديال الشغل كيولي شويه هادشي اللي خلاك توقف واحد العامين على القرايه وغادي يرجعك واحد الاستاذ الله يذكره بخير الا كان باقي حي على قبل ان الوالد ديالي مات الله يرحمه هذا هو السبب اللي خلاك توقف على القرايه توقفتها ما لقيتش يعني ما لقيتش باش نشري كتبه الوالد راه مسكينه امراه اميه عايشه في البلاد راك عارف الناس ما في حالهمش ما عندنا زعما لي مويان باش غيشري كتاب ويدخلك تقرا شنو كان القسم هذيك الساعه اللي توقفتي فيه توقفت في القسم غادي نبدا في الاولى اعدادي ساليت كان هذيك الساعه التعليم ابتدائي اييه كانت الشهاده وغندخل الاولى يعني الاولى الثانيه الثالثه الرابعه اللي عنده الرابعه كيطلع للثانوي في الاولى انا توقع قبل ما ندير الاولى توقفت شي 12 عام كان في عمرك ديك الساعه 11 عام 12 عام تكون عندي شي 11 عام 11 عام تقريبا شي 11 عام وانتم في الاسره كنتي غير انت والوالده الوالد اخوك لا خويا كاين خويا تاتي كانوا مجوجين كذا تجوجوا كانت معنا وحده اللي باقا كنت مازال انا اصغر واحد فيهم كانت وحده اللي معنا ما مزوجاش الوفاه ديال الوالد ديالك اثرت عليك ايوا اثرت على الاسره كلها لان شوف علاش دابا احنا وصلنا لواحد الزمان ان لابد المراه تكون انتيليجون قاريه وتعول على راسها ولا تكون خدامه فهمتي انا ما كنشجعش ديك الاسره اللي كيكون الاب هو المعيل الاسره رغم ذلك عندنا دابا عندنا فهذا بحال مواتنا بحال الناس اللي كبار ما كيخدموش ولكن خاص المراه تكون شويه الراجل يخرجها معاه يوريها السوق يوريها الطوبيس كذا باش حتى ديك المراه تضحك تبدلات الوقت لان شوف ان حتى واحد ما ضامن عمره واحد النهار يموت داك المعيل ولا الراجل كيخلي المراه ما عارفه والو كتقلب حياتها كتبدل الحياه ديال دوك العائله الوليدات صغار المراه ما عارفاش السبيطار ما كتعرفوش فشي ليه الا مرض لها شي واحد هذا غلط هذا خطا كبير بالعكس خصك تجوج مراه دابا في المستوى قاريه واعيه وما كنشجع زعما ان اللي ما قاريهش ما تجوجش لا فهمت اللي ما كنشجعش ان اللي ما قاريهش راه ما تجوجش ولكن واخا تكون ما قاريهش يعني الزمان كيقري تحارب الاميه تحارب الاميه وانت كراجل توريها تخرجها ها فين كيدقوا البرد الدراري ها فين كذا ها الطوبيس ها 90 ها كذا وما فيها باس توريها كيفاش تقدر
تايت مشي للسوق معاك لا ولي عندها يولي عندها واحد المدخول ديالها بالعمل ديالها في البيت بعد في العروبية مثلا تعلمها تربي الدجاج تعلمها مثلا دير الخرفان دير كذا دير هذه. أما غير مرأة صافي طيب لك وناعسة أنا لا أحب هذه الفكرة وكنقول أن الدولة خصها دير واحد مدخول لهذا الأرامل هذه عيالات الأرامل وهذه الناس وهذه عيالات المطلقات لأنهم ساكن كي يعيشوا في ظروف خايبة كي عاني وما غير مدخول احنا رجال شو احنا رجال كنعاني ودابا في هذه الأزمة اللي احنا فيها خاصك تقاتل باش كتجيب لقمة العيش عاد مرأة عندها وليدات عندها هذا عندها كرام فتح من غير مدخول مادي شي مواكبة اجتماعية خاص شوف عيالات يمشيو يدوروا الديور انا يا ريت ان الدولة تدير واحد البرنامج ديال مساعدة اجتماعية لي اسيستون سوسيال بحال اللي كاينين في العالم كامل كاينين في العالم بلجيكا في هولندا في السويد في النمسا بلدان متقدمة هاد المساعدات او المعاونات الاجتماعيات المساعدات الاجتماعيات كتكون في كل مثلا واحد العمالة او جماعة تكون فيها واحدة على الاقل مساعدة اجتماعية كتعرف ما هو المدخول ديال ديك الاسرة من كتعيش هاد الاسرة المعيل ديال هاد الاسرة ما هو شنو البوزوان ديالهم احتياجاتهم يريد ان الحكومة تخدم على هاد المسألة هذه لا يحكموا يعني يخدموها في البرلمان تخدم الحكومة باش يكون عندنا مواكبة لهاد الناس الفقراء اللي ما عندهمش مدخول انتم عشتوا هاد المعاناة ملي توفى الوالد من طبيعة الحال عشنا احنا هاد المعاناة رغم احنا ما كانش معاناة بكري بكري كان كتدخل على جارك تاكل الزرع موجود الخبز كذا دوك الوزوان والاحتياجات كانوا قلالين كتعمر بلديتي تاكل الخبز انت ناعس بخير دابا كاين كرا كاين قرايه كاين هذا كاين اللبس كاين دواء كاين مرض بزاف الاجتماعي ولا مرتفعه مع العلم ان المواد الاساسيه اللي كيحتاجها المواطن البسيط خاصها تكون في متناول ديال الجميع صح فهمت احنا ما كنهضروش على الخضره وخيزو بطاطا واللفت هذاك الشيء ما كنهضروش عليه انا كنهضروا المواد الاساسيه هي السكر الزيت البوطه اتاي الخبز الزرع هادشي خاصو يكون في المتناول ديال الاسر البسيطه فهمتي كم مثلا الدول المقدمه متقدمه الا مشيتي مثلا لي غون سيرفاس راه كتشري سباكيتي رخيصه كتشري كيشرو مثلا الروز رخيص كذا رخيص الخبز عندهم غير هذا الحليب رخيص الماء رخيص يعني تيعاونوا المستهلك بلا ما يحسوك انك ضعيف كيعاونوك بطريقه غير مباشره بان المواد الاساسيه رخيصه وفي المتناول المواطن البسيط العادي هادشي اللي بغينا نديرو الدوله بغات دير واحد القضيه بغات دير داك الدعم المباشر يعني ما فاوض ما تدعمي هاد المواد دعمك انت ديريكتوم وهادي كتخلع هاد القضيه انك دعمك مباشر تقدر ندعمك ب 600 درهم لا وتقدر وانت راك عارف حنا ما كنضركوش الشمس بالغربه اللي يقدر يوصلك الدعم يقدر ما يوصلكش على حساب المعرفه اللي قيدك في ديك المقاطعه شوف احنا احنا كحكومه احنا في الحكومه المغربيه ما كنلوموش الحكومه احنا غير صغار مع بعضياتنا مضاربين هذاك الدعم الا خرجاتو الحكومه ما يجي يوصل للمواطن حتى تبقى فيه غير 50 درهم بسيطه ولا 40 درهم مع العلم ان الحكومه خرجت 1000 درهم انا ما كنحبش هذه الفكره وما كان وما وغير متفق مع هذه الفكره الا بغيتوا الدعم او دعم ديال الاسر المعوزه والناس اللي ما بحالهمش خصوصا دابا المواطن ضعيف مسكين واكل الشعر وتا الطبقه المتوسطه واكل الشعر المواد الاساسيه اللي كياكلها المواطن البسيط فقط اما باش غنعطيك الفلوس راه ما غتوصلك كما قلت ما توصلكش ما غتوصلك الا 40 درهم ولا 50 درهم وحنا شوف حنا جايه وكتقطع باش نكونوا واضحين هادشي راه درنا بيه تيست حتى في ايامات الكوفيد شوف انا راه مغربي وكنغير على هاد البلاد وكنغير على المغرب فهمتي راني ماشي من السويد ولا جيت من كندا ولا جيت من ميريكان حقب انا كنغير على هاد البلاد ولا التراوش تا هما ديال هاد البلاد كنغير على المواطن المغربي وكنغير على اي واحد برافو تا خويا نرجعوا شويه الابتسامه للجمهور الابتسامه لكل شيء الجمهور ناس نبقاو شادين شويه تاع الجمهور كيشد الستور معنا في سمدوينه والله الحمد لله والله حاجه قلنا هذه هذا الشيء عارفين خطا طبي تاع هنا كيدونا على قد عقلنا انتما صافي مسطيه فتح انت لقيت اللي توفى الوالد ديالك الله يرحمه حتى القرايه شنو خرجتي بعدا ديريكت خدمتي نتايا من المدرسه للخدمه ولا شنو درتي ورا القرايه دوز واحد الوقت ان احنا ما داكش فين تخدمي الفلاحه كنت كنخدم في الفلاحه في خيزو في اللافت كنخدم شويه البنيد ما كانش داك البنيد اللي كتعرف ولكن يعني المدخول اللي كاين تما ديال الناس هو الفلاحه
حتى البحر عاد مؤخرا عاد الناس حين تقربنا البحر بحكم ان احنا جينا في ديك الطريق ديال الوالديه ديال الوالديه يعني البحر كتجيب بوزروك كتصيد كتجيب الحوت تجيب هذا يعني هذا هو المدخول ولكن عاد ولا ما شحال هذه كانت الخضره هو المورد الوحيد ديال المواطن المغربي في هذه المواطن اللي ساكن في ديك المنطقه ومن غير الفلاحه والبحر شنو الخدمه اللي دوزتي نتايا ما خليت ما دارت بحال شحال كانت صنطو بعد الكارو بعد بعد الكارو بديتي زوين بعد الصراعه بعد نفعه لا ما بعد الحمد لله شحال لي مويان ديال الشراب اجيو اجيو مويان غنبيعهم اجيو بيع قول لي اجيو بيعو خاصك عارف وما حكي معرف ودعم مباشر ودعم مباشر حمار ملي غنجي عندك واحد المره كنت كنبيع الكارو وجي عندي واحد خينا وجا عندي وانا كنت عرفتي ملي كدير ديك السطله كانت واحد السطله ديال لوسيور كتحطها ودير فيها حجره كبيره وبالليل كدير فيها شمعه باش تضوي ولكن بالنهار كيكون ما فيها وبالنهار ناض واحد خينا تا شي جوج كينوض من الناس جا عندي واحد النهار قال لي اعطيني واحد 4 ويسطو عطيته 4 ويسطو ويمشي قلت لي اخويا راك ما خلصتينيش انا باقي صغير رجع دار عندي هكا ويشدني قجني طلعني الفوق حتى برجع الصندالة الميكا تحيدت طاحت لي ديك الصندالة هزني الفوق قال لي آخر مرة تقول لي أمك خلص وطلقني فوق الكرسي طلقني بقارويا بكل شيء طلقني ملي طلقني مع ذاك العصاب ما يمشي لديك السطلة ضربة برجله يعني ربي ما فهمتي مع هو قال واحد الكلمة خيبة على عاير وأصلا حقرك حقرني ضرب ديك السطلة فين ضربها في انجلس أدفارهم اللي قدام طاروا عرفتي ايش درت هو طايح أنا كاينة 120 زيد ديك كارطون عمرني بقيت نبيع كاع ستين نفت على هذيك البيعه وشري دوك الكوار اللي كانوا عندي عطيتهم واحد راجل اختي قلت لي هاك كمي داكشي اللي عطيتهم هي راه هذاك الشهر البيعه راس المال عطاني راس المال زعما ما بقايش قلبت على هذيك البيعه وشري اللي فيها الحقره قلبت عليها واش درتي وراها؟ خدامي دوس بزاف معمل ديال الصباط تا خدمت خدمت معمل الصباط من طبيعه الحال زوين مع ريحه الكولا وراه هادشي علاش بصدي انا راه ديك ريحه الكولا بوقاتي فليباتني ديك الكولا ويلي وديك القاصحه ديال 20 كيلو مجهده هذاك الشيء راجل مصدع دابا مصمم وهي كتلصق الجلد بقى ما تلصقش الدماغ والله العظيم الجلد كتضربها صافي ضربت لصقت عاد انا ما لصقش المهم دوس بزاف الخدمه اللي كاين الخدمه اللي خدمت فيها غير يومين جاتني صعيبه كل خدمه وكيفاش دوزت ولكن واحد الخدمه اللي باقيين كنناقشوها انا والدراري خدمتي في مختبر ديال الدواء شنو درتي فيه بالضبط خدمت في مختبر غير دخلت و يزهر وصافي شفتي كتجرب الدواء تشربوا ولا كدوق عليهم الدواء شنو خدمتك في المختبر دابا شوف عندي واحد النهار ديز من تما قصه غريبه عاودها لينا غريبة القصة عاودها لينا حنا هنا حتى ما تبقاش غريب ديز واحد النهار كيبانوا لي قدام واحد الشركة واقفين الناس وجيت انا وقفت ما عرفتش اش فيه مني في الناس ما عارف والو ما عارف والو وجلست قلت له واش كاين هنا قلت واحد السيد قال لي انا راه كيدخلوا الناس قلت له واش خاصهم باش يدخلوا قال لي خاصهم باك مطبوع وداك الشيء هاد باك مطبوع انا ما عنديش ما وصلتش ليه عندك الباك ولكن ما مطبوع ما عنديش لا طابع على باك لا والو خاصني ندير فين من الزهر دخلت عندهم دخلت مع ديك الجماعه انا دخلت كدا وانا ديما كتكلبش دوك قويم جات وسريويل وصافي كنضرب على الشعا كنضرب على الشعا وكنت كندير واحد الشكيره ما فيها والو خندير فيها تريكويه كنت كنهزها زعما انا مهم ويلي واحد المره كنت باغي نصب على واحد الدريه تلاقيت انا وياها قالت لي فاش اش كدير قلت لها معلم ويدي مسخين من هنا عرفتي ديك الضباب طباشر طباشر مسخين قالت لي تبارك الله على الاستاذ وانا نجمع يدي قالت لي وليت لا وليت جالس معاه ودير ها جامع دفاري وليت كشكره فيها غير تريكو جامع وبحال هكا باش كتبان زعما ديال المعلم فدخلت مع دوك الناس دويت هذاك لونتروتيان
كان واحد السيد، كانوا جوج الناس، مدير واحد معاه قال لي اشنو الباك؟ قلت لي الباك انا ما كاينش، دوز لي كذا خدمتي فاش كذا، قلت لي خدمت. قال لي غدا غادي تجي ولكن خصك تجيب لنا السيفي. قلت له، وقال لي وداك الباك كذا. من الزهر ديالي غد لي جبت لي السيفي عطيته لهم، قال لي دخل. كانت خصهم الناس اللي بوزوان لي اللي جيت في هذاك لو مومون من الزهر ديالي، وما عندي لا باك لا طبعه لا مولاي بوي عندك سنطيحه غادي. مشيت وليت باغي نزور، قلت انا شي باك شي روينه، واخا يكون شي كرطونه في هذه الريه ندير فيها تصويرتي ونضرب على هذيك الساعه. من عند الله عطيتهم داك السيفي، قالوا لي ادخل. دخلت بقاو مره كيتلاقى معايا، حيت هما كيقول لك اودي كل يومين تحسن وجهك وجهي زراق غير الحسن فين ما كيشوفني كنضرك انا ندير هذه، عاود يقول لي جيب الباك. بغيت نضربها شي شهر ولا شهرين، تقال لي جيب هذيك الساعه نبين لهم الخدمه. ما غيقدرش يقول لك، غيقول ها هذا كيخدم غيضرك عليه هذا. وفعلا هادشي اللي طرا، دخلت بقيت كندمر كذا، كيعطوني من هنا دوز مكازا كذا هز حط هذه صافي، عرفوني نادي وما يعطوني واحد السيرفيس. قالوا لي هذا تعلموا كيفاش يدير لا بريباراسيون ديال واحد ان برودوي ديال الناس ديال السكر. اوكي سميتو، خلينا نقول سميه ماشي مشكل، غليكوفاج. كاين فيه 500 850 1000. دابا راه تا افريقيا شدت المارشي، لان كاع الناس اللي فيهم السكر كياخذوا هاد الدواء منهم صاحبي وداك الشيء. دابا حاليا كياخذ، واخا انا فيا السكر ما عطونيش غليكوفاج، عطوني واحد الدواء اخر هذاك الوقت. لا دابا عاد جاني السكر هذه السيمانه اكتشفته. المهم دخلت معاهم في ذاك هذا، عطوني ذاك البرودوي وكذا، كيفاش ندوز لي زعما الفورماسيون، ندوز لي فورماسيون صافي. ذاك الدواء وليت كناكلو في الخدمه، يعني بحالا تعطي لشي واحد يخدم ما يمكنش يخدم لهم بحالي، مستحيل. يعني وليت انا كنبطل غير نهار كتبان بلاصه هذا هو السر ديال هذيك المهنه. في دي كومبوزون كتجمع هنا مع هذه، وليت كنعرف كندير لهذا، كندير لي برودوي كذا، بحال انا بحال واحد بحال فارماسيان ريسبونسابل. كاين فارماسيان ريسبونسابل عليا، ولكن انا كيقول لي انت عارف خدمتك، انت سير سير من الدواء للضحك. لا كان هذيك الساعه كوميديا، لا جات كوميديا تما كنت خدام في المختبر. جات كوميديا، انا كانت عندي واحد، كنت انسان فشكال، روحك مريحه طيب، انسان طيب مع الناس، ضحوكي كذا، ما كنخسر حتى شي واحد، والناس في السكن كانوا كيتعاملوا معايا معامله خاصه، لاني كنت ظريف مع الناس. دابا شويه ولات فيا شويه ديال العياقه قوالب، لا هي شويه ماشي داك بزاف، ولكن ملي كتمشي وكتمشي الوقت كتقري الواحد كتقري، ولكن انا ما كنديرش دابا غير ملي كتمشي ثاني كدير واحد، درت واحد ستوب ومشيت ثاني على برا، تعلمت حوايج زوينين. ملي كتجي واحد الانسان مغاير هذاك الانسان اللي كنتي، فهمت؟ وهدف كان في الصالح ديالي الحمد لله. المهم وقالوا لي كتلقاني مرايا الله يرضي عليك وليدي، عاود لي شي نكته. راه قالوا لي كدير، كنعاود لي نكته واخا يكون في كولوار وهذه والكاميرات، كتموت بالضحك. مشيت عاود لصحاباتها، كنولي غير ندور ما عندهم الزاج هكا، كنولي غير ندوز كتقول لي راه مسخوط، راه قال لي هذاك الشيء، فهمتي؟ صافي هكا تعرفت في الشركه في لاسوسيتي، الناس لي جون اللي كيعرفني وقراب مني وهذا، مام لي جون زعما لي بلي بروش ليا كيعرفوا راه واحد كوميدي عندهم الناس. هذا هو السر. واحد النهار كان كيجي البرنامج كوميديا، جا عندي واحد السيد، كنت خدمت بالسبت، كنا كنخدموا غير نص نهار، قال لي راه كاين واحد البرنامج كيجي زوين، كان كيجي بالجمعه الا عقلته بالجمعه بالليل. كان السبت، قال لي كاين واحد البرنامج وهذا، انت صاحبي راك واعر لي كونتا راه كومبيتون باش تكون كذا. قلت له نو هذاك الشيء راه، قلت له تانكيت صاحبي هذاك الشيء راه ماشي ديالي، هذا وانا راه كنضحك. قال لي لا غير سير ندعمك وكذا. كنشكر دوك الناس بعدا، كنوجه لهم تحيه. تحيه لهم، فوالا تحيه لهم صراحه. قال لي سير، قلت له صافي تيبدا العام الجاي. فعلا بقيت حاضي، جا الكاستينغ العام اللي جاي، تقدمت لي. والنهار اللي كنت غادي نتقدم ليه انا نقول لك صب هاد الشتاء، نتمنى انا الشتاء تصب هاد المره. سير شي كاستينغ، ما حد الكاستينغ ديال ستاند اب، سير عاوتاني جبنا عشتا صب الشتاء، وانا غادي مفيركس لابس واحد الصبيبيض دوك الصبات ديال مي القاعده، كان عرفتي دوك كانوا مقامين هادو هذوك، هذاك اللي لبسوها النهار الكبير، النهار كيكون
مزيان. ونهار المنتخب. ونهار المنتخب شنو كيقول لها؟ كنلبسو في القهوة. وكندير على رجل. كنداش علم. غادي غادي قالوا لي ودي بلاتي راه ما تقدرش تدوز في عين الشوق. ما تقدرش تدوز دابا كاستيك تنسبقوا الناس اللي بعاد. مثلا جاي من الداخله جاي من العيون نتا قريب هذه وانا غادي قاطع الشانطي غادي للقهوه. كان واحد الخلا تما راك عارف كان غير شويه التراب قدام دابا راه تبنى واحد المسجد وازلكت ونجي فضايا اي يا 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 نط كل اللي مدوش من تما وانا نسخط على داك اللي صيفطني سير الله مال هو دفعك وهو اللي صيفطني كما نكون بقيت واقف مع الناس كوني بخير ما نسرج عاد مشيت للدار بدلت حوايجي دوزت كانت الشتاء والغد لي عاد رجعت عاد ما هي القصه ديال الكاستينغ دوزت الكاستينغ والحمد لله والسكيتش كيفاش وجدتي سكيتش والو هاي كنخربق ونمشي والله الا هاي كنخربق وجاب الله التيس ماشي بدا نقول لك وجدت درت كذا صنعت غير خربقت واحد ثلاثه الكلمات خمسه قالوا لي دوزت لهنا صافي الحمد لله جاب الله التيس برافو قبل ما نعرفوا قبل ما نعرفوا فتاح ورا كوميديا نديروا واحد الفاصل ولكن انت لا تختار لينا الديسك اللي غادي نديروا نشدوا به الصون على اذاعه ما فيها باش بغيتو كي داير شوف يمثلك درنا شي شيبه ولا كيعجبني هذاك كاين 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 نعناع درنا داك احمد شيبه تيعجبني وكتعجبني نعيمه سامح يعني ديما كنت مزك لهم هادو صارع والله كنسمع لهم بصح نعيمه سامح اي نعيم اي اغنيه ديال نعيمه سامح صراحه اللي كتبات مريم داك تاع شفت الخاتم وعجب كتبات ياك جرحي ياك جرحي مريم لا كتبات صباره صباطه يا صباره يا امي اي حاجه صباره انا طوق اخو نعيمه سامح خذ صباره لا والله شوية شوية الغفران صبارة يا أمي صبارة حتى فات القياس أنا صبارة وأمي صبارة مهمتي صبارة لكن ما بدي حيلة لكن ما بدي حيلة لمحت ليك بالإشارة لمحت ليك بالإشارة عساك تصيب لي وسيلة عساك تصيب لي وسيلة الله سدين الصوم بنعيمة سامح صبارة وراجين على إذاعة أم أف باش تزيد تكبر العائلة تابونا ودابا وخليو كومنتار باش نشدو معكم ستون في الحلقات الجاية مازال معكم على إذاعة ما فهم مازال نشدين ستون مع الفنان الكوميدي ديالنا فتاح جوادي قصة واعرة خويا وحنا كنتعلموا منك بزاف ديال الحوايج قالك اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة شفتينا بزاف الليلات وحنا كنستافدوا لا ايه الويلة وحدنا افتا مريم بليلة احنا بأعوام ها بليلة صافي تصغي ورا دا برزتنا هاد ولاد اليوم ولاد اليوم ماشي دابا تخصك تحتار مريم صاحبي ورا تصغي ورا دا وكان غسبي هي كتقولي انا نورمالمون في الاوف تنقولها خالتي هنا تقولي ما تقولش لي يا خالتي كنت كعايلة عيطنا لك بسمية كشكا دورتوني دابا طاطا مريم انت زعما ماشي انت زعما اللي هو كبير القواس ديال التقواس يلا يا اطنوض لك شي لا لا تقريبا انا صغر منه بشي 30 عام حسيت براسي معميره معميره كيفاش حسيتي امونديره ما عرفتش علاش كيقول لك ما عرفتش علاش كيعايرك ما فهمش زعما الدراري تي مسكينه يلا قول صوتك دابا لا كارت ناسيونال الحليبه صاحبي تضحكوا معايا زعما تيبسطوا ناضوا ناسنا المية هنا النيفان قبل النيفان فتح خويا نمشي فين ولا نمشي انا خويا انا بغيت نقول لك واحد الحاجه وانت تقولها لي قول لي انا نسمع النصائح ديالك ولد هادشي ديال المسرح ما تخافش ما تخافش ماشي هذيك لا ما تخافش ما تخافش دابا الواحد فاش كيتشهر في كوميديا الله يسهل عليك كيتحلوا عليه البيبان هادشي اللي شفناه واقيلا فتح طرالي فتح تبارك الله وراه كوميديا راه خدم راه دار دي سيتكوم دار دي تيليفيلم دار دي شو ديالو دار اليوتيوب دار الويب ولكن بغيو نهضروا مع فتح اول عمل جاك وراه ما خرجتي من الكوميديا ساليتي عطاك زيزي 10 مليون شنو طرا وراها هو في الزين في 30 اول عمل مع سيم ستاري الله يذكره بخير ومع رجل طيب رجل يعني مع الاسف ان ذاك السيد ما بقاش في هذا الدومين مع الاسف دونك اول حاجه دار شي الزين في 30 مع هذه الشركه الزين في 30 غير خرجنا باقي لها بسيدو ان سيمان ولا دو سيمان هكاك ما كاملينش مشينا سينا كونطرا معاهم وفي لي تيلي فيلم
لي تيلي فيلم تيلي فيلم حيت ما شفناكش بزاف افتح في لي تيلي فيلم شي جوج ديال الاعمال اللي كنتي درتي في تيلي فيلم تقريبا جوج ماك عارف دابا عندنا لي تيلي فيلم عندنا واحد عندنا مونك ديال ديكريتور يعني لا 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 باش الكتابه باش يكتب واحد الكاتب كذا فهمتي هذا هو خاصك تكتب راسك انا دابا كتبت دو فيلم دابا كتبت دو فيلم ديالي واحد واقعي قصه واقعيه وواحد مكتوب كان شحال هذه يعني خاصك تكتب راسك وعندي واحد المسلسل طابع ديالو طابع تاع هاد الافلام اللي كتبتي كوميديين ولا دراما الواقعي دراما واقعي شويه لا هذاك الكوميدي بالعكس هو قصه واقعيه ولكن دراما كوميديا ما بين يجمع بين الكوميديا والدراما فهمتي لان الناس شويه كيبغوا شويه الضحك باش يخرجوا من ذاك هذا الاكتئاب اللي عند الناس دابا هاد المشاكل اللي طراو ليهم وهاد كورونا وهاد الشيء وانت ملي غبرتي على التلفازه كنعرفوا ان الحظوظ في التلفازه زعما قلال حيت ما عندناش بزاف ديال المحطات اللي يقدر بنادم يحط فيهم داكشي ديالو مشيتي شويه للويب شفنا الخياطي لا الويب دابا الويب عندك واحد مساحه كبيره في الويب علاش عندك مساحه كبيره في الويب لانك اي موضوع غادي تختاره ويكون قريب للناس ما غتنقيش شي كلمات اللي ما غيكونوش في التلفزيون فهمتي راك عارف التلفزيون كاين تحفظات كاين كلام اللي ما خصكش تقولو واخا ما كيكونش كلام نابي ولا كلام خادش ولكن الطابوهات كاين المواضيع ما يمكنش تهضر فيهم في الويب كتهضر بهم براحتك كاين هنا في كاين الاختلاف بين التلفزيون والويب ودابا الويب لقيت راحتي في الويب احسن فهمتي الويب انا راجع دابا واحد السلسله جديده في الخياطينيت ولا شي شخصيه جديده جديده ان شاء الله غادي ان شاء الله غادي تدوز يعني من في هذا الشهر غادي تبدا غادي نلوح واحد ثلاثه الحلقات ولا اربعه باش يشوفوا الناس يشوفوا واحد الكوميديا بطابق طابع اخر تحكي يعني معاناه اخرين ديال المجتمع يعني من الواقع كوميديا ديال الواقع او ما يسمى بالكوميديا السوداء اللي كنعيشوها في الحياه ديالنا اليوميه فهمتي في الويب لان الويب كيعطيك مساحه زوينه فهمتي ما كتحتاج انك تقول لواحد غندوز في التلفزيون ولا تسناني ولا بلاتي تيكون الدور ديالك الحريه ديالك الحريه ديالك ولا تيكون الدور اللي انت هذا وعندنا اشكال حنا ما عندناش ادوار بزاف وما عندناش مساحات كبيره علاش لان انا كمخرج انا مثلا نهار نولي مخرج وانا كنخدم على هذا الشيء عندي واحد الفيزيون عندي واحد هذا نقدر نشوف في زكريا غنحطو قايد راه قايد ما يحيداش له الطبيب ماشي غنحطو مول الحانوت يبقى 40 عام مول الحانوت هذا هو الديفو اللي عندنا حاولوا انكم في نفس الدور حاولوا انكم تثقوا في الممثل تثقوا في اي ممثل عندنا خرجوا من داك الدور خرجوا ممثلين خرجوا ما عندناش راه كلشي مات راه بقاو غير 10 ولا 12 راه ما بقاوش الممثلين بزاف راه بقاو غير 10 ولا 12 كاين اللي ماتوا كاين اللي كيموت في داره دابا عمرو شي واحد عيط ليه بصح دابا حاليا كاين كيموت كيموت غير بالفقر دابا ما عيط له حتى واحد عيب وعام عيب وعار انهم ما يعيطوش لهم في الادوار علاش ان انسان ما يكبر ما يمثل الجد ما يمثلش بزاف د الحوايج ادوار على زعما كتكتبوا غير ادوار لا راه كاين انسان كتحيدو ملي كتحيدو التلفزيون ولا كتحيدو الكاميرا راه كيموت راه كيموت ذهنيا عقليا فكريا حاولوا انكم تفكروا في هاد الناس تحاول ان انا ما كرهش تكون نقابه ديال المهن التمثيليه تحمي الممثل وتحمي الممثل كتحميه انه باش يخدم وكتحميه انه باش ياخذ سالير اللي كي سالير انه يعيشوا بدون بلا ما يمد يدو بلا ما يحتاج الناس بلا ما يتسنى المساعدات واحد النظره خايبه على الممثل فين ما شافكش واحد كيقول لك مسكين ممثل شحال واحد كيسلم عليا كيقول لي كتبقى فيا وانا ماشي ضارباني هون دابا باش نبقى فيك فهمتي ما عندوش ديك الهيبه باش نكون انا ممثل في المستوى ونعطي صوره ديال الممثل مغربي في بلدان اخرى كما كيعطوها الصوره سفير ثقافه مصريين انا سفير ديال بلادي لانني انا ملي كنت في المانيا والسويد والنرويج وكندور لبلدان العالم وكندا راه كيتلاقى معايا تونسي كيتلاقى معايا جزائري راه في المانيا راه كنت واحد المره راني كنت في السويد تلاقاو معايا جزائريين كنعرفوك ممثل ديالنا وانت كتعجبونا حنا كنتفرجوا لدوزام حنا كنتفرجوا الاولى كيعجبونا الاعمال كاين واحد المره كنت في واحد لاك كاع بعيد قريب جا واحد السيد جوج سلموا عليا باسوني وقال لي حنا قزاره اجي تاخذ اللحم اجي هذا الصيف هذا اللي فات من الجزائر جزائريين فهمتي دوك صعيب تكون مشهور وما عندكش فلوس مشهور وما عندكش فلوس واش كيتصوروا معايا الناس وانا ما عندي تدرهم في جيبي دابا حاليا ما يمكنش عيب وعار كاع اولا لا
ما راني انا سفير ديال الثقافه في بلادي. راه الناس راه كتشوف راه حلقه الخليجي راه وصلت 15 مليون راه كيعيطوا لي الناس من الخليج، اهلا يا فنان، اهلا يا حبيبنا. عيب وعار ان فنان في المغرب ما يكونش عنده ما ياكل، عيب وعار. عيب وعار انك تعطي المغني 30 مليون باش يدير البوم وانا ما عندي ما ناكل، ما عندي ما ناكل، ما عندي. غتقول لي شنو خسرتهم كذا؟ ما خسرت والو، ما خسرت حتى شي حاجه. بالعكس داكشي اللي كنا كنصوروه، داكشي الرزيق اللي كنا كنصوروه كنعطيو للوالدين شويه، كتصرف منه، كنعطيو للاخوان، كنصرفو منه ما ناكلو، كنربيو به وليداتنا. هادشي اللي كاين، ما خسرناه لا في بيران وما خسرناه لا في كباريات ولا والو. هو بالرساله ديالك اخويا فتاح، زعما نتمنى انا ما كنهضرش على راسي، كنهضر على جميع الفنانه. لا الوضعيه ديال الفنان، حنا دابا كنهضروا ماشي الوضعيه ديال الفنان. واش كاين شي حلول؟ ما عرفش، ما عرفش انا واش. انا راسلت السيد الوزير في الانستغرام، كتبت له برساله باللغه الفرنسيه، لان دوك الناس خاصك تكتب لهم بالفرنسي باش يجاوبوك، باش نكونوا واضحين. ان علاش اللغه ديال الدستور ديال العربيه؟ لانني انا تعلمت حوايج في الخارج. كنعيط لاي واحد كيجاوبني في التليفون، كنقول له راه انا كذا 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 محتاج انني نجي، كيقول لي مرحبا نهار الفلاني مع الجوج اجي عندي، كما كان النوع ديالو. هنا خاصك تكتب رساله بالفرنسي وتعاود تكتب ثاني رساله اخرى بالفرنسي، كيجاوبوا هذه. لا جاوبوك بالفرنسي، اما كتبتي بالعربيه ما يشوفوكش، ما كيشوفش فيك كاع الا كتبتي باللغه العربيه. مع الاسف الرساله ديالك اللي كتبتي للسيد الوزير وصلاته؟ كتبت للسيد الوزير وصلاته رسالتين للسيد الوزير. سيد الوزير انا بحاجه المساعده ديالكم، انا كفنان مغربي باللغه الفرنسيه، انا كفنان مغربي انني وقع لي واحد المشكل الان، انا في بلادي الان انا اعاني، خصني شويه الدعم باش ممكن نوقف على رجليا، ندير سبيكتاكل، ندير بزاف الحوايج، نخدم من جديد، ندير واحد غو ديماغاج كما كيسموه. والو، ما يا اوكان ريبونس. رساله واضحه وكنتمنى انها تتوصل، ونتمنى ان يكون رد سريع على هذا الشيء اللي تتقول فتاح. او ميم طون ولا اون باراليل مع الخدمه ديالك، اون باراليل مع فتاح الكوميديان، كاين فتاح الاب، كاين فتاح الاب اللي في واحد الفتره غادي يقرر انه يمشي يهاجر باش يعالج بنته. علاش ما قررتيش تعالج انا؟ ولاش ما بغيتيش تعالج انا؟ ماشي هذا، ما كاينش قرار ديالي بوحدي، كان قرار ديال الطبيبه ديالها. كان فهمتي يعني انا ما غنفهمش في الطب اكثر من انا المهنه ديالي كنديرها. الطبيب اللي قال لك خصك تمشي لبرا؟ الطبيبه ديالها قالت لي خصها واحد لوبيراسيون اللي غتكون صعيبه هنا في المغرب. حاول، هذا هو الفكره يعني، كان الطبيبه هي ساهمت واحد النسبه اكبر انني باش نديها لبرا. هذولي مشيتي لبرا وبنيه الاستقرار، اولا كنتي غادي تعاود ترجع؟ لا، انا بنيه الاستقرار بالنسبه للاولاد، ولكن انا كنرجع. ما يمكنش انا نعيش في شي بلاد من غير المغرب، فهمتي؟ بحال شي حوته كتخرجها من الماء، وما يمكنش. من بعد فتاح غادي يوقعوا ليه بزاف ديال المشاكل اللي المغاربه كاملين تقريبا عرفوها. المشكل اللي وقع لك فتاح في الغربه، المشكل اللي وقع لي في الغربه كيوقع لاي واحد يكذب عليك كذاب، ان تما عقليه اخرى. لا بليبار ديال العيالات اللي كيدوهم هاد رجالهم من المغرب لتما، ولا ما كتكونش زايده تما، ولا ما عارفاش تما كيفاش واقع، كتقلب عليه. لا بليبار ديال الناس لقيت، حيت ملي طرا لي المشكل جوني الالاف ديال الميساجات، الالاف ماشي المئات، الالاف. كيقول لي انا مغربي، انا جزائري، انا تونسي، نفس المشكل خويا وقع لي، جبت عندي الولاد نفس المشكل. كيجيب المراه كيبانوا لها الفلوس، عندها الولاد، حيت على الولاد كيعطيهم الفلوس، كيبانوا لها الولاد، كيبان لها الراجل غير زايد الحريه ديالها. السلام عليكم. كتحاول دير معاه، كتحاول لما كانش مشكل كتكريه، هي تبروفوكي باش يطرا مشكل، كتكريه بحال لا كرياسيون ديال البروبليم جديد، باش هي كتصايبو تصنعو ودير مشكل باش تدخلك. هذه ملي كتمشي عند لاسيستون سوسيال، هذوك لي زاسيستون سوسيال كيكونوا هما اصلا على نقشه. علاش على نقشه؟ ما عندهمش هما الرباح ان مسلم يبقى مع مسلمه، هو الهدف ديالهم هو ضرب الاسلام المسلمين بالزوجات ديالهم، هذا الهدف ديال. هو قال لك لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. كونوا واضحين، القران كيقول هذه المساله هذه، باش نكونوا. هما كيضربوا العيال بالعيالات ديالنا، كيضربوا الاسلام ملي كيحاولوا يفرقوك انت على المراه. المراه فين كتمشي؟ كتخرج الطريق، كتولي تشرب، تولي تكمي، تضرب بزاف د الحوايج، هذه كتخرج الطريق اللي فهمتي. الا ما كانش شويه شاده في الدين ديالها مشات. هذا هو الضرب ديال الاسلام المسلمين بالزوجات ديالنا،
فهمتي لا بليبار دابا 90% ديال العيالات اللي كاينين في اوروبا مطلقين. اللي قال هذه الهضره يجي يقول لي ما كاينش هادشي. راه قلتها للجيج قلت له راه سي با لوجيك. قلت له لو دووا فرونسي سي بور لي 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 فرونسي سي با بور سي با بور لي عرب و سي با بور لي مسلمان. راه ماشي على قبلنا حنا الدروا ديالكم قانون ديالكم ديروا على قبلكم نتوما. حنا راه قانون اخر اسلام او ديانه اخرى. ديانتكم نتوما وديانتنا حرام ماشي. راه كل واحد عنده الديانه ديالو باش نكونوا واضحين. لان اشنو في الدين؟ في الدين ان المراه خصها تحترم الراجل او لا؟ واش كتعرفوا نتوما بالنسبه لكم عيالات ان الزوجه ما عندهاش الحق كيسمحش لها الدين تقول راجلها تخرج الحمام بلا الاذن ديال الزوج ديالها. كاين هادشي ولا لا في الاسلام؟ هو كاين في الاسلام غير دابا الاحترام متبادل هادشي. دابا المشكل هذا اللي خلانا ان ما كنتزوجوش. خلى انا دابا اي واحد طلق ما كيحاولش يتزوج. عندي اصدقاء ديالي كيقول لك انا تفكيت فيها نتزوج ما نقدرش نتزوج. خلى العزوف يعني شباب على الزواج. ان المراه ما كتحترمش الراجل دابا حاليا. لا راه يقدر يكون ما غنعموش. كاين واحد الفئه قليله ولكن ان واش كاين دابا المراه كتقول راجل انا غادي للحمام؟ لا كاين. لا يجوز ان المراه تخرج من البيت ديالها دون الاذن ديال الزوج ديالها. كاينين حتى رجال ما تيتعاملوش بواحد الطريقه زوينه مع عيالاتهم. ما كاينش التفاهم بيتخ. ما كايناش لا كومونيكاسيون ما بين الازواج. ما كنهضرش على لا كومونيكاسيون. ان الزوجه ما كاينش على ان شوف راه الزوجه هي الاصل ديال البيت. خصهم يعرفوا هذه المساله. راه الزوجه هي اللي كتحكم في داك الغضب ديال الزوج والغضب ديال الرجل. راه هي الكود بين ديال داك الزوج. عافاك حيد لي واحد الاشاعه اللي دارت عليك في في في, في الويب. قال لك انت عنفتي مرتك. واش وصلتوا للعنف؟ لا ما عنفتهاش. هما هي وصوها واحد العيالات من جزائريات وصلوها انها قالوا لها خصو هو تبروفوكيه باش هو يضربك باش عاد تكون عندك الحجه. اللي انا شافتني ما ضربتهاش ودفعتها وكذا هي ضربت راسها. فهمتي هذا هو عليك. هذا هو المشكل. وصعيب تماك القضيه عندها. واخا ما تضربهاش راه المرات ما تعيط للبوليس تقول لهم وديها الراجل ديالي بغى يفيوليني بغى فيولونس. واخا ما يكونش شي دليل فيولونس. واخا ما يكونش دليل ما كاينش دليل. وكتقدر تتابع فيولونس كونتر اون فام. واخا تكون راك ماشي سيباغي معها تكون ماري ولا ولا هذا ولا مراتك في الدار معاك الاولاد كتقول لهم كيتسمى فيولونس كونجيغال. دونك فيولونس كونجيغال فيه الحبس نيشان. وتتعرض للحبس. عنفني هذولا تقول لهم اسيدي هذا الراجل انا ما بغيش نمارس معاه مثلا حقوق ديالو الشرعيه وهو ما بغى يمارس عليا مثلا بالقوة. بعنف وبقوه. السلام عليكم كيجيو البوليس كيديوك نيشان. تما كيديروا لك سيباراسيون ولا كدوز 48 ساعه هذا وكذا وبحث وكيقول لك اسيدي هذه المراه ما تبقاش تدخل عندها للدار. انت ممنوع من تقدر الام تاثر شويه على الوليدات. بيان سيغ الام هي اللي عندها دور. دابا شحال من وحده كيموت لها الراجل وهي اللي كتحضر على الاولاد وكيولي ولدها محامي وقايد وكذا وكيواصلوا ما كتجوج ما والو كتبقى هي خدامه تبيع الدجاج ولا خدامه كتجفف على عباد الله وعلى الناس كذا. نكونوا واضحين كاين هادشي ولا ما كاينش؟ كاين. الراجل كتموت المراه نهار الثاني كيجيب المراه. من نهار الثاني كيجيب المراه. قدر في ذاك النهار مثلا ولا في ذاك النهار كاع كيقول لك الاولاد راه جايبه من العزايه. جايبه من العزايه. المراه هي الجزء الاكبر بالنسبه للعلاقه الزوجيه ما بين الزوج والزوجه. المراه لها النصيب الاكبر في تربيه الابناء وفي البيت وفي الزوج وفي يعني في بزاف الاشياء. ولكن علاش التمره ما صدقات فيهم؟ لا ماشي ما صدقاتش. انا راه كنت مجوج مره واحده وخا تزوجت عليها كان عندنا مشكل هي هي والام ديالي. وانا تزوجت عليها الزوجه الثانيه كان فيها حوايج خطار من هذه. والثالثه مشاكل. شحال صلتي دم؟ والله ما قلت كاتالوغ معلم. لما لنا انا ماشي انا اللي بالعكس عرفتي تستي فهمت شي فيهم حتى المهمديه. لا عاد الاخرين تفارقت معاهم مازال دابا كنهضروا وبواحد الاحترام بواحد الحب. عندي مشكل مع دوك الجوجات الاولين. مغربيات؟ مغربيات لا الاجنبيات ما عنديش معاهم مشكل سبحان الله. والمغربيات عندي معاهم مشكل. اقسم بالله الى الاجنبيات مازال كيصيفطوا لي دابا كل صباح الخير في الواتساب. ولكن المغربيات عندي معاهم مشكل فهمتي. ما عرفتش اشنو السبب. يعني جوج مغربيات عندي معاهم مشكل.
شوف قلتي واحد القضيه وتال القران ابغى الحلال عند الله والطلاق. دونك حنا نسدوا هذا الدوسي والله يخلي لك بنياتك اخويا والله يخلي لك الوليدات ديالك وانت الماء وانا شحفته صروب اخويا صروب لا خذ راحتك خذ راحتك والله الا ليش هذه فرصه كاع نشربوا كامل حيت ماشي مشكل انا نهضر بين ما انت وما صرفتو حيت تقدر تكون اليوم الزوج والاب وتقدر ما تبقاش الزوج ولكن الاب غادي تبقى طول حياتك الله يخلي لك بنياتك واحد النهار غيسولوا فيك وغترجع كل شيء نتمنى من الله ان شاء الله. انا بغيت نسولك ولكن ماشي حيت الشخصيه عندك ولكن بغيت ناخذها كتجربه بزاف الناس دابا عايشين في اوروبا وعايشين في دول بعيده على بلادهم هو انك عشتي واحد الوقيته التشرد وخرجتي وعشتي برا كانوا بزاف ديال الضيوف اللي جاوا عندنا شتو معنا ستون بحال وين زال بقيتوا عاقلين في الحلقه وهذا فما ساهلش انك تعيش مغرب على بلادك وبرا ماشي تف انا نقول لك واحد القضيه دابا الناس اللي عايشين برا يفهموا هذه القضيه اي واحد كيوقع له مشكل مع مراته عندك حل واحد الهوطيل ديالك هو الطوموبيل من غير ما راسك شوف لان البوليس كيجي وكيقول لك انت هي عندها الاولاد عندها الحضانه انت غتخرج تقلب على راسك فتاح من غير الزوجه انك مزوج الدري اللي كان معنا ما مزوجش ما بقاوش عنده فلوس عاش هو في برا وقال لنا بهذا المصطلح قال لك واحد النهار بكى بالجوع ما عندوش تماك ماشي بحال المغرب يقول لك خويا يقول لك شي واحد ما عندكش كذا مشيت انت ما تقدرش تقول شي واحد واخا تقول ليه ما غيعقلش عليك ما غيعقلش عليك كاع ما غي شي بحال اش تقول لك بحال غريب ديال شي حاجه كتقول شي حاجه اللي ما عندهمش كاع في الدماغ ديالك طحتي كطيح بوحدك كتقول شي واحد راه كتقول له شوي فان راه بحال كتقول له وطحتي يا خويا فتحت تما واه طحت بيان سور طحت يعني طرا لك القضيه طرات لوين ما لقيتيش باش تاكل ما لقايتش باش ناكل ما لقايتش وشكون اللي عاونك فتح عاونوني اوروزمون انني شويه انا معروف معروف مال توقع شي واحد انا ما كيعرفو حتى شي واحد راه صعيبه بزاف اوروزمون انا معروف الناس مساكين اللي تنوجه لهم تحيه جاليه ديال الجاليه المغربيه صراحه وقفوا معايا بزاف في واحد المحنه اللي دوزها خايبه زعما ماشي هادشي علاش انني حقدت على المراه وعلى الابناء ديالي وهذا فهمت يعني من داك الشيء كيجي الحقد يعني من داك الوقيته هو في داك البيريود ان انسان ما تكونش في بلادك وكتجي مرا ديالك هاد الحوايج يعني ما كتفكرش كاع مره اخرى في الزواج يعني وباغاليل كنتي حاولتي تخدم شي خدامه وباغاليل زعما تماك في هاد الازمه حاولتي دير شي حاجه ولا صعيب تماك دير شي حاجه صعيب صعيب ما كاين فاش غتخدم مثلا ما فاش غتخدم خصوصا اللي صعيب في الظرفيه ديالك وانك معروف راه ما يمكنش مثلا واحد عادي يمشي يخدم في قهوه اي حاجه فهمتي ثاني انا ما عنديش مشكله نخدمها ماشي عيب خدمه راه خصهم يفهموا المغاربه ولا اي واحد كيتصنت لينا ولا اي ولد ولا يخدم فاش ما كان راه ماشي خدمه عيب راه كاين دابا اللي كياخذ دكتوره وكيقول لا خصني نخدم بالدكتوره بالعكس خدم هذه وخدم هذه وخدم هذه ودفع لي سي في وكذا تدفع المدارس وما تحاولش تنعس وتقول حكا راني خدام كافح فهمتي لما جاتش اليوم تجي غدا فهمتي كيفاه شي علاش اخويا ماشي عيب انني انا نخدم ولكن المشكله في هذيك البيرود ما كانوش عندي الوراق انا باش نخدم ما تبغي تخدم ما يقدرش واحد يخدمك نوار يجي البوليس كي عندهم عندهم واحد سيرفيس ضروري كيدير كونترول كاين بزاف الحوايج يعني بزاف الحوايج اللي كي شو صاحبي شحال عشتي ديال الالم تجارب وصراحه الناس ما كيحسوش بالواحد في ديك الوقيته شحال ديال العصا وكلاتك الصحافه الالكترونيه وكلوك الناس في انستغرام وكنشوفو كنعقل على المشكل اللي كان طرا لك في المطار فاش رجعتي وكنتي تسديتي قبل على قبل شي شاك مع البوليس ما بغيت نشوف اي واحد اللي بغى يدوي الله يخلصو شوف حنا غير نصوم دي باساجي في هالدنيا كامله هذه رساله واضحه للناس وللشعب واللي كيهضر حنا دي باساجي حنا يا بحال هي مسافرين في هذه الدنيا فهمتي كاين محطات في الحياه كتكون محطه مره كتكون خيبه مره زوينه علاش هادو تجارب فاليوم عليا وغدا عليك اولا وهذه الدنيا ملي كنخص ندير نخليو صدى زوين ولا صدى خايب دونك كاين شحال واحد كيقول لك هذا راه كيكذب هذا راه دار هذا البوز انا ما محتاجش ندير البوز انا عشت شي ظروف لو كان نعاودها انا بنادم يقدر يبكي يحبس الدماغ ديالو يحبس
فهمتي؟ ما كنبغيش نقولها، كنقول دازت، كنقول دازت وربي مكتب عليا. علاش قلت لك الحياه محطات؟ محطات كما كنكونوا جايين من مراكش وكتوقف كدير قهوه في محطه ديال ستاسيون كدير مازوت وهكاك الحياه، فهمتي؟ فوالا محطات كنوقفوا هكا. خويا تحيه لك، حيت ماشي ساهل فنان كبير غيبارطاجي معاك حياته بالمحطات ديالك كاملين. كاين قبل من الحلقه كنهضر معنا فتاح، واهم حاجه كانت عنده هو انه يوصل هذه الرسائل لدابا شي شباب اللي كيتفرجوا باش ياخذوا تجربه وياخذوا العبار وما يحاولوش يطيحوا في نفس الاخطاء. كنشكروك بزاف اخويا فتاح. شكرا. هادشي اللي غنمشيو دابا فتاح وثاني نرجعوا للجو ديال الكوميديا. جي سبيكتاكل السيمانة الجاية إن شاء الله. كاين سبيكتاكل السيمانة الجاية، كاين سبيكتاكل. شوف أنا غنقول لك سبيكتاكل وأنت دوي عليه، قول عليه اللي بغيتي. السمية ديالك سمية تيتزاد، قال لك تيتزاد باقي ما سماش تيتزاد. والله إلا سمية واعرة تيتزاد. سمية تيتزاد والله إلا سمية مزيانة. أنا كنت غنسميه الأصل الطيب. انا كنهضر على واحد البارتي الاصل طيب، ولكن تايتزاد راه تايتزاد تايتزاد ومن بعد جات هكا فاسيلمون. هو مزيان ان تيتر بور مون سبيكتاكل، سي ان تيتر بور مون سبيكتاكل. ميرسي ميرسي هشام، ميرسي هشام. فوالا سي ان بون تيتر بور مون سبيكتاكل. ميرسي بوكو الدراري والله. لا واحد شاف تايتزاد. وشوف دوينا على سبيكتاكل تايتزاد تايتزاد. سبيكتاكل كيهضر على المعاناه ديالي اللي عانيت في اوروبا من بعد ما دخلت المغرب، شنو اللي تبدل في المغرب، اشنو المحطات اللي وقعوا ليا مع اللغه الفرنسيه، لان عذبتني اللغه الفرنسيه، شرشمتني اللغه الفرنسيه، انني ديت معايا اي جو تام بقيت مقيت كنعدي بها مع شي عام ونصور كنعدي بها جوتان وبزز ولكن قهوة جوتان كافي وكل شي غير جوتان نفعتني أكوش دروات. ولكن خدمتي بها خدمتي بها تا حمقى والله إلا لا نفعتني. سيدرا ما كانش باغي تزوج راه جوتان 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 هي اللي نفعتني تا دوك الزواجات راه نفعوني غير جوتان. والله كون ما ديتهاش معايا فواحد الكفيفة مزاد عليها كنت صيد تعذبت. هو الديفو ديال الفرنساويين كيهضروا بفرنسا، هذا هو الديفو ديالهم الكبير. اما ما زوين كل شيء عندهم زوين، ولكن لا تعذبت. وسيرت انا مشيت لانني انا ما ماشي ديك قرايه قاري بزاف، ما نخلعكمش لا ما تهيبش علينا. انا نقدر ننجح في السياسه فهمتي، وانا كنفكر ان مع المده ندير سياسه. علاش السياسه؟ السياسه بوغ البليزير. علاش لو بوغ البليزير؟ باسكو انا 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 كنبغي لهذيك نعاون الناس، نبغي هاد الحوايج، وماشي انا السياسه نديرها باش ناخذ الفلوس. ما كرهتش انا نخدم من اجل ان الناس من اجل يعني انا والله العظيم السياسه ما تنفعكش فيها جوتيم. ما يمكنش تقول جوتيم الاخنوش شكون كتنافقوا. لا 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 انا نهضر مع الشعب باللغه ديالنا ونعاون ونهز ونحط هاد الشيء ونمشي ونقرب من الناس فقراء. هادي عندي نتمنى مع المده نديرها، ماشي باش ندير نتمناوك الا كوليتي ندير فلوس. لا وليتي السياسه السي فتاح تبقى بحال هكا. كنتمنى كلهم تيقولوا هي في الديب. كنتمنى انني نتبدلوا اننا كنت سياسي مثلا في المستقبل نبارطاجي مع الناس الكونت ديالي، نقول لهم ها الكونت ديالي شحال فيه شحال فيه فهمتي، وشحال كناكل. لا ماشي تعاونوا معايا باش شفافيه. نحاول انني نخدم. توريهم الكونت نهار دخلتي ونهار خرجتي. فوالا نحاول انني نخدم اكثر ما ناخذ. ما يخرج نكونوا نعطيو وما نتسناوش هذا، لان ربي اللي كيخلص. هذا هو في كنا باش ما نخوش. خلينا نشوفوا الفكاهه. فوالا هاد سبيكتاكل تايتزاد تايتزاد سبيكتاكل تسميه فتح تايتزاد. ولكن راه هو دابا راه قلناها ديجا وصافي عقلنا. الناس دابا راه البيبليك كيتفرج، الناس اللي غاديين في الطاكسيات، الناس اللي غاديين مالين الطاكسيات مالين الرموكات مالين كلشي كيتفرج. باغيين يحضروا فين يقدروا مرحبا بهم فين غيكون. لا دابا غنديروا غير في القهوه ديال بوزارت فهمتي، بين ما ان شاء الله نشوفوا. ومفيكسي انت دي دات في دي تيات كبار هكا المدن اللي غتلعب فيهم؟ حاط المدن اللي غتلعب فيهم. انا ما كرهش نلعب في جميع جوله وطنيه، ما كرهش نجمع في نلعب في جميع المدن.
ادير جوله وطنيه يعني. ماكراش انا راك عارف طاليس هو اللي مكلف راك. لا لا مزيان مزيان وخصوصا انا كيعجبني طاليس عزيز علي يديني لدوك هذا رايحين تقول لا صافي مع طاليس انا قلت له العروبيات وقلت له الفيافي وقلت له فهمتي يديره قلت له يديره وفوتي ما عمر وصلهم ما وصلهمش بساكن كنسا ودوك الناس بساكن اللي في القرى وفي المدن صغيره وعندهم غير قاعه صغيره مسرح صغير خصنا نفكروا اولا كيديروا كاغيطون وكتلعب مسرحيه ولا سبيكتاكل فوق من الطوابل ما عنديش اشكال والله حتى جو زوين هذاك ديال البلانير الله يتمسي ويلا المهم انني ندخل الفرحه على الناس هذا هو هذا شوف البيت ديالي هو انني ندخل الفرحه على الناس هذا هو الهدف ديالي انت اما الفلوس وداك الشيء ما حتى حاجه ما كتبقاش شحال دوز ديال الفلوس انت تقدر تقولنا شحال دوزتي ديال الفلوس قلت لك شحال دوزنا الفلوس حنا عارفين حنا حاسبك شحال 10 مليون ديال الكوميديا شنو راه الله تقدر تعاود لينا حنا شحال الحمد لله ولكن حاول انك تكون بسيط وتدخل الفرحه على الناس تكون احسن يعني حسيت بهاد السبيكتاكل اللي غيكون الحياه اللي سمعنا دابا وكيم طريقه كوميديه وشي حاجه الحياه ديالي غير مع المشاكل الزوج اللي تزوج الزوجات اللي تزوجت كذا طلقت حياة المغاربة حياة ديالي عادية جيو مرحبا بهم يتفرجوا دونك لاندات الاولى امتى لو 26 يعني 26 ما نبقاوش نهضروا بهاد الفرنساويه 26 نوفمبر 2022 في المقهى ديال بوزارت 26 المعهد لعبنا بشي 3 ايام ديال بوزارت القهوه ديال بوزارت ديال الفنانين سان كافي تياتر كافي تياتر اول كافي تياتر دات في المغرب دارت في المغرب فيها ماكله تحيه لطاليس برافو عليه كيعجبني لان بدينا صغار كي سيبورتي بنادم طاليس بدينا صغيرين طاليس بدينا صغار انا وياه بلا ما نقول لك سنوات او تبارك الله يعني كيدير واحد الكافي تياتر زعما يعني دار فضاء فين يقدر بنادم يعبر على بزاف ديال الحوايج علاش بغيت نديرو تما باش ندرب عليه مزيان باش هذا ممكن نديرو في نديرو في لي غون تياتر مثلا ولا في لي غون سال ولا في لي بتيت سال بوركوا با فهمتي علاش ان شاء الله ان شاء الله شكرا بزاف اخويا لي بتيت فيل مثلا علاش لا افتح نمشيو معاك اخر فقره ان شاء الله نسخفي قلتوني باخر فقره لا 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 هذه شي شهر قلتوا لي اخر فقرة سني هاي الجوع شنو كتبغي تاكل انت انا انا ما انا كان ما فيا السكر ديال الريجيم كناكل الشريده صافي صح والله كثر رخيص صاحبي اخر فقره ومشي نضربوا صالات نضربوا لا صالات مزيانه ولكن قبل ما نديروا هذه الفقره عطينا شي ديسك زوين شي حاجه اللي كتفرفش داوديه ما هي كان مي انت ولا كنتي مي ولا ما عزيز عليا الوالده كنبغي هذاك ديال الام يا لمي ما ورانا بنتك لا اله الا الله لا اله الا الله 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 باش عنده شي حاجه ولا هذا تنشاط وهذا صافي نفرحوا الاهداء لكاع الامهات كاع الامهات كاع الاميمات اهداء كاع الاميمات كاع الاميمات الديسك ديال الدوديه الامهات ماشي الاميمات الله يخليك راه تخلق لينا الجمهور جو تيم احنا راجعين نشدوا السون في واحد التشالنج في واحد التشالنج ما فتح على اذاعه امامها ما تشوفي باش تزيد تكبر العائلة تابونا ودابا وخليو كومنتار باش نشدو معكم ستون في الحلقات الجاية مازال معكم على إذاعة ما فهم مازال نشدين ستون في آخر فقرة مع فتاح جوادي سربي نمشو معكم بالزربة أخويا فتاح حيتاش عارفين فيك الجوع نمشيو لواحد شهر ثلاثة من الحاجة غادي يسولوك دراري خاص يجاوبهم بالزربة لا السؤال الأول معناتها تبارك الله مع التجارب ديالك في الزواج وداك الشيء تلاقيت العيبات باش نقدر نطيح بهم دريا وانت انا عطلتينا الوقت لا قلت كيش تجوز الصالات انا رعيت كادو ثلاثة الحوايج عطيني ثلاثة كادوات كادو تكون حنين وتكون تسول فيها في اي وقت تبغيو الحبهم كيبغيو الحنان مريم تجيش بغيو الحب سي فتاح ومن انا ما عنديش الكاشوش باش نحب ولكن ما نحبش ثلاثه ديال الاسباب تيخليو الراجل يخون مراته واخا ما كاينش سبب الخيانه كاين اسباب ونقير الله وهذيك مع الدخله جيب مع الدخله جيب الله وما كتهلاش في راسها وفراجله الله هي فراسها بلا راه يتهلط في راسها وكاين اللي تبارك الله بالله راه خير تهلط في راسها بعدا تهلط في راسها وفتح كاين اللي تبارك الله اللي زوينات وعلى خير ولكن تيتخانوا هو اختاني صافي يلاه يلاه فوات ثلاثه سيره زكريا مشي انا انت ما غاديش معنا اوكي ثلاثه المواقف مضحكه وقطع
طراو لك في حياتك اللي كتفكرهم كتضحك؟ فاري هادي زوينه. واحد واحد جوج بعدا فرونسي. لا بلاش احنا جاي مشي استيجه كيطير. مشيت نشريت خاطر الدراري ولادي ما عرفش نقولهم بالفرنسي. عذاب سوسيت قلت لهم سوسيت لي شوسيت قلت لهم سوسيت. شنقول لك حاجه مضحكه اخرى. واحد المره كنت كنقرا ومشيت للطواليت وكانت قدام اللي هذوك لي فيسير ديال اللي كندخلوا كانت شتا وزلقت ولابس البياض ومفركز طحت تمرمت. دائما كنضحك. الحاجه الثالثه ما عرفتش لان كاين بزاف الحوايج طارين ليا ما تنعقلش. هذا هو المشكل ديالي. صافي سير ما خرجش مره اخرى. ثلاثه ديال اللعيبات تديرهم باش تحيد بهم ستريس قبل ما تطلع سور سان؟ اولا الدعوات الوالده. كنعيط للوالده قبل ما نطلع سور سان. كنقرا القران وكان ندير واحد شويه ديال اوف كنخرج هاد السوفل هذا. أوكي. دائما كنخرج يعني ما عندكش شي طقوس في الشكل قبل ما تطلع. لا ما عندي لا طقوس زعما نضرب الكيف نضرب هذه لا 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 حنا ممكن ندوش على داك الشيء. درت واحد المره ضربت واحد جوج شقوفات طلعت هكا كندخل ونخرج مشى لي كل شيء. وليت فين ما كنشوفش واحد كيضرب الشقوفه كنقول والله يمسخك حتى الشقوفه مشى لي كل شيء. ثلاثه المواقف خانتك فيهم اللغه عبد الفتاح دابا تمتع عليا براسك. مواقف ثلاثه المواقف خانتك فيهم اللغه. مواقف هذا عطيني ثلاثه من الضرب. واحد المره مشيت عند الطبيبه قالت لي اش دارك؟ قلت لها هذا دارني لوديستا باش تقولها لي زون ديستان هما المصارن. قلت لها لوديستا لوديستا هو الحظ القدر القدر ولا الحظ هذا بحال القدر. صراحه لي عارف لي وطاحت وطاحت بالضحك والفن. موقف اخر بزاف ضروري يكون طرالي خاصك تجي سبيكتاكل وغتلقاني عاطيك ادخل لي سبيكتاكل. لا راه كاينين 40 عطينا ثلاثه ويبقاو 37 سوسباس للجمهور. حيد لي تخويا مزيان لا ثلاثه زدنا وحيد اقسم انا وياك سوسيت. واحد المره كان واحد خينا كيقول توتانوغو توتانوغو. قلت واحد خينا في واحد السوق شعبي في مارساي ولا نقول واحد مغربي. قلت له ما كان معايا. قلت له هذا هذا شحال نمشي نشري واحد الكويل التوت. ملي مشيت كنقلب لقيته حاط مقيسه الدفران وحاط كلينيك زاد تخربيك كيقول زعما كل شيء اورو توت انو توت. انا صحابو كيبيع التوت والله الا صحابو كيبيع التوت. قلت انا ناخذ كويل ديال التوت كويل ديال التوت ورجع سنتوني بركه حتى عافاك. ثلاثه ديال الحوايج تيجذبوك لشي مره تيعجبوك فشي مرة. أول حاجة هي السوغيغ الضحكة والعكار الغجالة. أوكي خاصة تكون ضحك وعندها سنينات واعرين والغجالة وتشرط. هذه أول حاجة كتجذبني في المرأة. نستمتعوا. وثاني حاجة هما أخلاق أش من أخلاق ولا طاي تكون بنت الحرام أخلاق وتكون بنت الحرام ويكون عندها على طاي يلعبوا الأخلاق. لا انت ولا اخلاق ديالك الله يمسخك يا زكريا. انت والاخلاق لا طاي واش حنا غنتعشاو بالاخلاق؟ واش انت غينعسو حداك الاخلاق مسخوط الوالدين؟ ملي غتجبد حدايا غيتجبدوا الاخلاق ورا يكونوا فيها الاخلاق وتجي تولي بنت الحرام. هذا هو المشكل وتولي الاخلاق لا طاي الاخلاق لا توزع. ها انت وليدي مدار انت والاخلاق والله العظيم. اسمح لي انا اللي قليل الاخلاق. ثالث حاجه هما رجيلات. رجلين ديال المراه يكونوا صغيورين وفي السبيغات وداك الشيء محضر ماشي واخد حتى وحده. وعنده رجلين ديال العباس كتلبس 43 عندها داك الصباع الكبير كبير وداير هكا وداير سويك عامرين وسخن وداك الشيء من الصباع الصغير 20 درهم ديال المركو. انا والله العظيم عندها هكا. لا لا جيم با ان فام كوم سا والله دفايرات مسخين والله كنبغي نقاوه ولد عمي. بغيتي تزيدنا شي حاجه اخرى زيد باش اش غنزيد ما عندنا نزيد صافي. راه قلت لك عندها ان بون سوغيغ واخلاقها كبار عندها الخاطر الخاطر ديال الاخلاق وعندها سيدي وعندها رجيلات ماشي انت واخد ابراهيم حتى ركز معي صافي ركز معي ما نركزش. الله يحفظك. دابا غادي نتكالموا شويه. تكالما شي حاجه ما تقدرش تخلى عليها. شي حاجه ما تقدرش تخلى عليها. ما تقدرش تخلى عليها واش هاد الحاجه ما نقدرش نخلى عليها؟
شوف انت كتقول شي حاجه هاد الحاجه ما نقدرش نعيش بلا بها، صعيب نلقى حياتي بلا بهاد الحاجات. سروالي وانت غير تخرج عليا الا تخليتي عليه والله العالم تخليتي عليه في واحد الفيديو. هو شفتو البوليس زعما تقدر تكون في لي برانسيب، تقدر ماشي ضروري تكون ماديه. لا انا الحاجه اللي ما نتخلاش عليها هو شنو نقول لك لي برانسيب. مثلا انا ماشي 100% نكون مالاك، انا راه عندي ديف عندي مي ديفو عندي مي كاليتي عندي افيك مي ديفو افيك مي كاليتي. مي ما كلش انا ماشي مالاك، راه تبقاو تهضروا ليا بحال زعما مالاك منزل. لا لا ما كايناش في الاخلاق ولا برانسيب، راه بنادم ضروري كيخرج الطريق. وما كاينش شي حاجه اللي محدده اللي ما نقدر نتخلق عليها، ما غير سروالك، ما غير رضات الوالدين. رضات الوالدين لا الوالده ما نقدرش اصحي بين واخا فتح ملي مستحيل فتح ملي كتغمض عينيك شنو اول حاجه كطيح في بالك؟ كطيح في راه بالي انني غنموت شي نهار، هذه دائما في بالي. وانا ما كنتش عارف السكر، كانت عندي 5 يعني ملي مشيت عند الطبيب قال لي انت في اي لحظه كنتي غتصبح ميت، لهذا خصني نتسامح مع كل شيء ونحب كل شيء، ما نكونش عندي مشاكل مع الناس. شنو اكثر امنيه باغي تحقق في حياتك؟ امنيه نحققها هو نكون مزيان مع الناس ونكون مزيان مع اللي خلقني. لو ريست جو مون فو، لو ريست ما عنديش فيه مشكل. عرفتي واحد الطلب الاخر، مكرهت تخلي رساله البنيات ديالك في المستقبل غيشوفوا هاد الفيديو شوف فيهم وكتهضر معهم نتايا؟ اولا كنقول لهم خصهم تهلاو في روسهم، اولا تهلاو في روسكم وتهلاو في الصحه ديالكم، تهلاو في الام ديالكم، وما تخلاوش على القرايه ديالكم، لان القرايه باش كتكون المستقبل ديالكم. وواحد النهار غادي نتلاقاو وغادي يعني هادشي كله يبقى تعاود. كانت حلقة واعرة مع فتاح، كنشكروك بزاف. غنمشيو ناكلو دابا ياك، نمشيو ناكلو صافي الجوع، صافي نمشيو ناكلو. فتاح كلمة أخيرة للجمهور ديالك. كلمة أخيرة للجمهور، كنقول لهم كنبغيكم كاملين بدون نفاق، ما عنديش مع النفاق وداك الشيء، وكنبغيكم مرحبا بكم السبيكتاكل ديالي، وكنتمنى أنني نتقاتل من أجل أنني نسعدكم ونسعد أي واحد كيشوفني، أي مشاهد في العالم كيبغيني أنني نكون عندي واحد طريف سعادة ديالو. شكرا لك بزاف اخويا فتاح، شكرا. شكرا لك زكريا، شكرا اخويا هشام، شكرا مريم، شكرا لك هشام، شكرا لاي واحد حاضر معنا في هذا البلاطو. شكرا لكم نتوما بالدعم ديالكم وبالانرجي بوزيتيف اللي كتحاولوا تعطوها لنا في كل حلقه، كنشكركم وكنقولوا لكم في كل جمعه بقاو شادين معنا. ستون على MFM.